عاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للتوهج من جديد في بطولة البريمير ليج بعد أن قاد فريقه للفوز على ولفرهامبتون برباعية أمس في مباراة الجولة 11 من المسابقة. الفرعون المصري سجل هدفاً وصنع آخر ووصل للهدف 9 في الدوري هذا الموسم خلف كلايفرت لوين مهاجم إيفرتون ومتصدر جدول الهدافين بالبريمير ليج ب11 هدفاً. حقق صلاح العديد من الأرقام المميزة كعادته، حيث تمكن من معادلة أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في البريمير ليج صاحب 84 هدفاً، ولكن بعدد مباريات أقل. لكن صلاح سجل 84 هدفاً خلال 131 مباراة، بينما جاءت أهداف رونالدو خلال 196 مواجهة. منذ انضمام صلاح إلى ليفربول في صيف 2017-2018 ساهم في 112 هدفاً أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي، ويبتعد بفارق كبير عن أقرب ملاحقي هاري كين مهاجم توتنهام والذي ساهم في تلك الفترة ب91 هدفاً. مواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون كانت هي المباراة 17 التي يسجل ويصنع فيها صلاح في الدوري الإنجليزي، كما أصبح مو صلاح مسجلاً على ملعب أنفيلد 52 هدفاً بالبريمير ليج منذ انضمامه إلى الريدز، ولم يسجل أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى هذا العدد من الأهداف على ملعب فريقه منذ موسم 2017-2018 حتى الآن سوى الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة والذي سجل 63 هدفاً على ملعب كامب نو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذي أحرز 59 هدفاً. كما حقق ليفربول فوزه رقم 31 خلال آخر 32 لقاءً خاضهم على أرضه، ولم يخسر على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي للمباراة رقم 65.